دوره ان شاء الله. وخاصنا نخاطبوا نقولوا للمغاربه المعقول، الدول اللي ما كتنش البترول واللي ما كتدعموش، انا كان طالب يجيبوا لي دوله وحده. قلبنا مازال ما لقيناش حتى دوله وحده اللي ما فيهاش الدعم وما كتنش قل من المغرب. غتقولي فرنسا غنيه، نعم غنيه، ولكن راه في باريس كاين البلاصه ديال 21 درهم اللترو، كاين بين 14.82 حتى 21.19. لشبون ماشي دوله غنيه بزاف، كاينه سيدي بين 17 حتى 14. الدول اللي ما كتسولش البترول، البترول فيها غالي وكاين فيها الضرائب زايدين، هما الضرائب بزاف علينا حنا. هادشي باش غالي في فرنسا لان كاين ضرائب اكثر منا حنايا. ولكن انا نقول الدوله الحكومه ما قايبهاش الواجب ديالها، الحكومه قايمه بالواجب ديالها. هاد المعطيات ما بغيتش نعطيها في الاول. عمان ليسانس لان الديزل ممنوع 11.66 درهم. داكار السنغال 12 درهم. وا ديال ناسي. إذن تنقولوا الآن المشكل هو المنافسة اللي خاصنا نحرصوا عليها. انتهى الوقت سيد الوزير، شكرا.